برأي نرمين، العيلة هي أساس النجاح بالحياة، والإنسان قد ما تعلم بتضل العيلة أساس نجاحه. وإذا في مشكلة لازم تنحل دغري. كانت نرمين تخاف من أي شيء ممكن يأثر على عيلتها. وتعتبر حالة مسؤولة عن كل حدا بهالعيلة. وأهم ثلاث شغلات بيخلوا العيلة تستمر على طول هن الحب والاحترام والصراحة. وإذا اختفى أي شيء منهم وقتها مستحيل تضل العيلة متماسكة. شو هاي؟ هدية من القلب لأغلى إنسان مع تمنياتي بالنجاح. بهزت شو حياتي؟ جايبتي لي هدية كمان؟ ايه حياتي تفضل هديتك. شو قصتك؟ اصحك تفكر انه رح مرق لك اياها. لساتك عم تشوف هذيك المرة؟ لا وفوقه هالشي عم تبعتوا لبعضكم هدايا كمان. لك انت شو عم بتقولي؟ والله ما عم شوف حدا، وهي اول مرة بشوف هالقلبة. لكن لمين هاي الهدية؟ اصحك تنكر، اكيد انت مخبيها وكاتب لي عليها عبارات مثل المراهقين. والله عيب. نيرمين والله بحلف لك براس ولادي انه هالعلبة. اصحك تدخل الولاد بالقصة. والله لك صدقيني هالعلبة مو الي. بشو احلف لك؟ لا تصدقي، يعني شو احلف؟ معناها حبيبتك عملت لك اياها مفاجأة وحطت لك اياها بجيبتك، مو هيك؟ افهمي علي، لك كيف بدي اثبت لك انه هاي العلبة مو لإلي؟ بتعرفي شو رح افتحها قدامك لتشوفيها، وقتها بجوز تتأكدي من حكي وتصدقي اني انا ما عم بكذب عليكي. ما شافت شي أنسب من هالساعة؟ ذوقها بشع. لك نيرمين، انت نسياني انه في رجال غيري بهذا البيت، بجوز تكون له؟ شو؟ قصدك كرم؟ ابني لساته صغير، بعدين مين رح تجيب له هيك هدية غالية؟ ابنك حليوة والبنات بتلاحوا، وبجوز هالبنت غنية ومعها مصاري. خلاص لا تشغلي بالك بهالقصة، كرومي صار شاب هلا وعادي تجي هيك هدايا. وهي الشاي صار جاهز. يسلموا. تفضلي حبيبتي اشربي، بجوز تهدى اعصابك. لا شكرا ما بدي. هاتي رح شربها انا. مانك شايفة عيونك ووشك شو دبلانين؟ شو من امبارح مانك نايمة؟ ما نمت. رفيف حكت لي كل شي. انتي صار لك فترة طويلة عم تفوتي وتطلعي مع غسان. يعني من وقت اللي اجى على الحارة بشوفه وبطلع معه وانتي ما بتعرفي عنه شي، ما كتير بيعنيكي ما هيك؟ خلصني يرمين، مو وقتها من غير شي المخلوقة متضايقة بلاها هالاسئلة لانه ما رح تفيد. شبكي حبيبتي ولو؟ طيب طيب انا كمان متضايقة مثلها، بس غسان غسان مستحيل يعمل هيك شيء. أنا واثقة من براءته، مستحيل يكون قتلها بحياته ما أذى حدا. بقى كيف بده يقتل هيام وليش؟ صعب عليكي تتقبلي هيك شيء. لك عم قلكن غسان مستحيل يكون مجرم، ليش ما عم تفهموا علي؟ ياسمين طيب إذا مو هو اللي قتله، ليش لقينا ببيته الأساور والخادم؟ أكيد في تفسير تاني للقصة. بجوز هيام راحت على بيته واضطرت تفوت على الحمام وقت اللي غسلت إيديها شلحتهم ونسيتهم عنده بالبيت وشافهم غسان وخباهم. بجوز القصة هيك، مستحيل يكون قتله لهيام. بعدين ليش لحتى يقتلها؟ أنا متأكدة إنه بريء. طيب حبيبتي طولي بالك، أنا حاسة فيكي
وبعرف ليش كل هالقد عم تدافع عنه، بس فهميني انتي مقتنعة بالحكي اللي حكيتيه هلا؟ يعني بالمنطق يا قلبي ليش لتروح ايام عبيت غسان؟ لك من شوي انتي قلتيها، قلتي انه عنده مسدس وتصاوب فيه بالغلط، واذا انسان عادي ليش ليكون عنده مسدس؟ حبيبتي خلص ياسمين عم تقول انه واثقة فيه، معناتها لازم نصدقها ما هيك؟ زيزي انتي مقتنعة انه غسان بريء ما هيك؟ حبيبتي اذا انتي مقتنعة بهذا الشيء انا كمان مقتنعة فيه. ليكي حبيبتي ونحن مصدقينك وواثقين منك ومن حكيك، بس نحن عم نحط احتمالات مو اكتر، وهالشي لمصلحتك انتي. ياسمين حبيبتي انا لا بعرفه لغسان ولا بعرف عنه اي شي، بس عم بحكي هيك من خوفي عليكي، ولازم تحطي ببالك كل شي مشان إذا عرفنا شي ما تنصدمي. لا أنا مستحيل أنصدم بغسان، لأني كتير بوثق فيه ومتأكدة إنه بريء. غسان مو من هالنوعية، مستحيل يقتل حدا. إيه أنا بوثق فيه وبصدقه كمان. بس في شغلة مهمة، مو أنت واثقة منه كتير؟ إيه نحنا لازم نتصل بالشرطة فورا، بس إذا اتصلت فيهم هلأ ما رح تزعلي مني؟ لأنه نحن إذا ما اتصلنا بالشرطة وإذا عرفت هالشي بعدين رح نتورط نحن بالموضوع لأنه ما بلغناهم، فهمتي؟ وإذا كان هو بريء ما رح تحبسوا الشرطة، أحسن شي نتصل. إيه ماشي، بس بالأخير القرار بيرجع لك انت ورح نساوي مثل ما بدك. ايه هالشي اكيد. خلاص اتصلي. متأكدة؟ ايه متأكدة. اتصلي وخلينا نعرف الحقيقة، اصلا الشرطة مستحيل تحبسه لانه بريء. خلاص اتصلي. رح أقوم أتصل بالشرطة. إيه. طيب وين التليفون؟ آه ليكو. ما بعرف لوين بدي أتصل. أتصل بالنجدة؟ لا شرطة النجدة مش على الحالات الطارئة، وهيك موضوع ما صار معنا هلأ. مزبوط هي ما ماتت هلأ، والقصة مرق عليها فترة طويلة. مزبوط. طالما الجريمة ما صارت هلأ بلا ما نتصل فيهم هيك على الفاضي، بجوز في ناس مستعجلة ولازم الخط. الله يوفقك رفيف، اتصلي بالشرطة وخلصيني بقى. لإمتى بدنا نضل قاعدين على أعصابنا؟ أنا. شوفي شو جابك لهون. لك موبايلك كان مسكر. أنا كنت عم بدرس لهيك طفيته. الله يوفقك مراد، روح من هون قبل ما تيجي أمي، لأنه إذا شافتك أكيد رح تبهدلني. إيه خلص، بس حابب أقول لك شغلة. مو على الشباك، خلص روح فوت على الجنينة أحسن. لا تتأخري. ميلاد رفيقتنا لميس تريتي. كنت عم فكر انه نروح سوا. يلا انا كثير حابه اروح، بس ماما اكيد ما رح تخليني. اتصلت فيني لميس وعزمتني على الحفله، بس انا اعتذرت منها. بس كل رفقاتنا معزومين على الحفله وكنت حابب نروح سوا مشان نتسلى مع بعض.
يعني هي فرصة نطلع أنا وياكي وننبسط. ماما ما رح تخليني أطلع بهيك وقت لأنه الحفلة بعد الثمانة، وخصوصي إذا دريت إنه أنت رايح. طيب لاقي لك شي حجة لتطلعي؟ بصراحة ما بحب كذب على أمي. يلا صار لازم فوت لجوا لأنه بجوز أمي تيجي هلا، وأنت كمان روح البيت فورا. باي. ليكي حبيبتي لا تزعلي من نرمين ورفيف، بتعرفيهم قديش بحبوكي، وإذا حكوا شي بيكونوا عم يحكوا بس لأنهم خايفين عليكي مو أكتر. بعدين أنت لازم تتأكدي من براءتي. ماني زعلانة منهم، بس أنا خايفة من القصة. صار لي زمان ما حبيت حدا وتعلقت فيه لهالدرجة زينة، خايفة أخسره بعد ما تعلقت فيه وحبيته. هاي جريمة معنا لعبة وبجوز ينحبس من وراها، كتير خايفة ومرعوبة. لا تخافي، إذا طلع بريء مثل ما عم تقولي ما فيهم يحبسوه، رح يضل معي. وإذا مانو بريء؟ صحيح أنا كنت عم دافع عنه قدامهم، بس ما بتعرفي، تخيلي يكون عن جد هو اللي قاتله. انتي عملتي كل شي بتقدري عليه حبيبتي ياسمين، بس كمان ما فيك تغطي على جريمة قتل وحاش تتضايقي وتحطي الحق على حالك بشغلة مالك ذنب فيها. شرفي، هذا اللي كان ناقصني، 100 مرة حكيت معه وفهمته، ليش بضل رايح جاي قدام بيتنا؟ خلص حاجة تكبري الموضوع، بعدين هو كمان ساكن هون. ما دخلني بهالحكي أنا، خليه يلف من الجهة التانية، ضروري يمرق من هون يعني. وكمان رح نبه ديما مشان ما توقف قدام الشباك، أنا رايحة أحكي معه بعد. خلص طولي بالك، اصحيك، بعدين هذا ابنه لهنا ولساته صغير، وإذا ضغطت عليه هو والبنت ما بتعرفي بجوز تكبر القصة براسهم. روقي. ولك زيزي حطي حالك محلي، بترضي هيك واحد يرافق بنتي الوحيدة؟ والله بعرف حبيبتي وأنا مقدرة وضعك، بس ما عندك حل غير إنه تنبهي بنتك مو أكتر. بعدين بنتك واعية وفهمانة، وإذا عرفت وضعه لمراد هي لحالها رح تتركه. خلص طولي بالك. ايه اعطيني الطابة. اجا ابوكم. اجا بابا. اجا بابا. اجا بابا. اجا بابا. بابا تعال العب معنا. تعال العب معنا. مو هلا يا اولاد، بعدين. يلا روحوا. اهلين حبيبي. اعطيني. ليش راجع بكير خير؟ بس عم يوجعني شوي، لهيك اخذت اجازه ورجعت. سلامتك حبيبي، اعطيك حبة مسكن؟ لا لا يسلم، ما بدي. القصة مو قصة وجع راس، انت متضايق، صاير معك شي بالشغل؟ والله يا حبيبتي ما بعرف شو بدي لك. خير احكي. لك مو حكيت لك عن الفرع الجديد الشركة؟ يلا يلا شوت الطابة. وانا كنت متوقع يسلموني اياها. اعطيني اياها. يا اولاد خلصنا بقى كنه شوي. وبصراحة كنت كثير متفائل. بعدين انت بتعرفيني قديش انا عم بشتغل بضمير، وبحياتي كلها ما قصرت بشغلي ابدا، وما بطنش مثل غيري كمان. بعرف حبيبي. يا اولاد فوتوا العبوا بغرفتكم وصرعتوا راسنا. اترك الاولاد واحكي لي هلا، عينوا حدا غيرك يعني؟ ايه كمان. بابا تعال العب معنا. ايه طبعا، بس دخل مرفوق للمدير وما في اشطر منه بتمسيح الجوخ. وهي شغلة بيتمنفخ فيها، مع انه انا عم بشتغل اكتر، بس لانه بخجل وما بشوف حالي قدام المدير قامت راحت علي. لهيك يا عمر ما بيسوى تكون خجول لهي الدرجة، لانه بيستغلوك وقتك. انا كم مرة نبهتك بس ما عم ترد. خليك واثق من حالك ولا تخجل من حدا، طالما عم تشتغل منيح ليش صرت تخجل منه؟ بس بحياتك حضرتك ما سمعت مني. ايه طبيعتي من جوا وما فيني اتغير. كمال بشغل الموظفين 24 ساعة، بس انا بحترمهم وبشفق عليهم. حبيبي انا ما عم اقول لك تصير مثل كمال، بعرف انه هو ما عنده ضمير، بس انت كمان لازم تكون شخصيتك قويه وتكون جريء وواثق من حالك. انت عندك امكانيات ولازم يعرفوها. بعرف انت قلبك كتير طيب وهالشي كتير بيأذيك احيانا. يعني برايك لازم يكون حقير واناني لحتى يحترموني الناس؟ قيس ليس غيس، خلص بقى سرعتونا. يلا لشوف على اوضتكم بسرعه انت وياه. كمل حبيبي شو كنت عم تقول. جاي عبالي روح لعندها واخذ لها معي باقه ورد،
امي كثير بتحب الورد. ولشو هالبعزق بالله؟ على اساس اذا اخذتهم معك رح تشوفهم امك؟ بلا هالمصاريف اللي ما لها طعمه. طيب قديش رح يكون حقهم؟ بعدين ما بدي الدكاتره هونيك يفكرونا ما بنهتم فيها، مو حلوه بحقنا، وكمان هذا المستشفى كثير كلاس، وغير غرف بتلاقيها مليانه هدايا وورود. الحمد لله انه انت اللي حكيتها. لؤي، المشفى فخم كثير وما بيناسبنا. لو وضعنا منيح مو مشكلة، بس نحن غرقانين بالديون. شايف؟ هي قطعوا عنا الغاز والبيت صار مثل التلاجة، حاسة حالي رح تلج، وبكرة إذا قطعوا عنا الكهرباء وقتها عن جد رح نموت من البرد عمري. فهميني أنت لوين بدك توصلي بهالحكي؟ ها؟ حبيبي لؤي اسمعني، خلينا نطالع من هنيك وننقلها على مشفى أرخص بشوي، لأنه بكرة إذا تقلوا الفواتير رح نبيع اللي فوقنا واللي تحتنا وما رح نوفيهم. أنت عم تطلبي المستحيل. لك هي امي وانا مجبور دير بالي عليها واهتم فيها، وخصوصي بهيك وضع. يعني اذا المشفى ارخص بشوي هالشي ما بيعني ابدا انه ما نو منيح وما بيعالج المرضى. بعدين هنيك كمان في دكاترة كتير شاطرين وكلهم دارسين بالجامعات مو بياعين خضرة. بس حياتي انت بتعرفي انه هنيك رح يحطوها مع كذا مريضة وبغرفة واحدة، بعدين هيك مشافي الحمامات تبعهم بتكون مشتركة. لا ما بيسوى، امي نظايفيه وما بتحب الخلطه مع مين ما كان، حرام عليكي. والله اللي بيسمعك هلا بيفكر انه المسكينه حاسه على حالها وعرفانه شو عم يصير، اصلا وين ما حطيتها ما حتفرق معها، نسيان انه هي بغيبوبه حبيبي. واذا خايف ريح بالك لانه ما فيها تستعمل الحمام منيحك. زيزي، امي رح تضل بهالمستشفى هي لحد ما تطيب وتفيق من الغيبوبه. لك على شو اكل هم يعني؟ قديش رح تطلع الفواتير؟ طيب على القليلة حبيبي. كنت اسألهم قديش صار حسابنا مشان نعرف كيف بدنا نتصرف. ما فيني لومة للمخلوقة، ما فيني، ما بقدر. المسكينة سألتني قالت لي يا ياسمين اتصل بالشرطة ولا ما اتصل فيهم؟ انا قلت لها اتصلي فيهم. يعني ما فيني الا انسي قصة الاساور والخاتم ولا تتصلي. هاتي السكينة من ايدك، خايفة تيجي فيني انت عم تحكي. يا الله يا ديما، بتعرفي انا هيك بكون بلغت عنه للشرطة. بظن انه اللي عملتيه كتير صح امي. يعني انتي متأكدة اني تصرفت صح؟ طبعا متأكدة، يعني تخيلي لو ما خليتيهم يتصلوا بالشرطة، وقتها كلياتكم كنتوا رح تشكوا ببراءة عمو غسان. معك حق، وكتير رح تسألي حالك اذا عن جد هو اللي قتله، واذا كان هو المجرم عن جد ولا لا. خلص بقى ديما لا تحكي عنه بهالطريقة، عيب، مستحيل يكون غسان مجرم، يعني شكله مو شكل مجرمين. وهيك بنتي؟ معلش امي بدك تعذريني، ما تاخذيني هالمره لانه بحياتي كلها ما التقيت بمجرم. لا ما بظن، شكله كتير محترم، مو بيقولوا انه وش البني ادم هو مرايته؟ يعني لو كان مجرم كان هالشي بين على وشه ديما، مثل هدول المجرمين يلي بالافلام. بس غسان وشه رايق وما بيخوف ابدا، كتير حلو. امي كانك انت كتير واثقه من عمو غسان ومتاكده من براءته. ما انا واثقه منه، ايه بس بدي افهم شو اللي اخذ اساوره وخاتمه على بيته، هذا اللي عم يخوفني منه. خلص بس ينمسك رح يحكي للشرطه ورح نعرف كل شيء. ايه طبعا، وانا هيك عم فكر، اكيد في سبب مقنع بس نحن ما بنعرفه اكيد. خلص معك حق امي، اكيد في سبب مقنع. يلا روحي وجيبي الاغراض وانا رح زبط السلطه عبين ما ترجعي على البيت، رح حط الشاي على النار كمان. يلا. لك بنتي كيف بدي انزل على السوق وانا متوتره وهيك مشغول بالي؟ يلا حبيبتي روحي، منه بتغيري جو شوي. شي شغلة؟ تفضل، مين بدك؟ أنا علي، رفيقه لفراس. رفيقه لفراس؟ وليش جاي لعندي؟ جاي يظبط الكمبيوتر بدل فراس. الكمبيوتر تبعي ما في شي، وبعدين أنا ما طلبت منك تجي. خليني افحص لك اياه ومنزل لك عليه العاب، انا بفهم بالكمبيوتر ولا تخافي رح راعيكي كمان. لا تضرب منك ليلو، بعدين انا ضبيت الكمبيوتر تبعي حل عني. بس فراس قال لي كثير بتحبي الانترنت ومشان هيك كان يضل يجي لعندك على البيت.
هلا هيك حكى لك عني فراس؟ حكى لي شوي والباقي فهمته لحالي. معناتها انت فهمان غلط حبيبي. بعدين انا ما عندي مصاري، روح من وشي. معناها يا ريت تدبري راسك وتأمني لي شي، والا بروح وبحكي مع جوزك، بجوز هو يدفع لي. فكري منيح بخاطرك. قوانين ما بتفرق. كم زر بدك؟ 4 منيح؟ ما بعرف، هاتي كمشة. طيب السحاب قديش طوله؟ لك شو قصتك اليوم؟ اعطيني اي شيء، حاج تسأليني كل 5 دقايق شو بدي؟ اعطيني اي شيء وخلصينا. الو، اهلين حبيبتي، مين علي؟ اي وشو بدك بالالعاب انتي؟ متذكرتي لفراس؟ هالحقير طلع مخبر رفيقه وبيعرف كل شيء وعم يقول لي اعطيني مصاري مشان ظبط لك الكمبيوتر. ايه شو قلتي له انتي؟ ليش ما بهدلتيه وقلعتي لبرا؟ لك ياسمين انا قلعته، بس هو حط رجله قدام الباب. هذا باينته حقير وجاي يهددني، شو ساوي؟ قال بده مصاري. ابصر هالاجدى فراس شو حاكي له عني وفكر انه صاير شي بيناتنا. عم يقول لي انه المرة الجاية بدك تدفعي لي، هو اذا ما دفعت له بده يحكي كل شيء للؤي. شو اعمل؟ قليلي. الله ياخده للاجداب، كل يوم والتاني بيطلع لي بمشكله جديده. مشان الله ياسمين، منين بدي اجيب له مصاري لهالحقير؟ اصحك زيزي، اصحك، هذا اسمه ابتزاز، واصحك تردي عليه لانه ما رح يشبع. اصحك، واذا فتحتي الباب على حالك ما عاد يتسكر. خليكي قويه وفرجي انه ما بيهمك شيء، واتصلي بفراس كمان. وفهميه شو عمل رفيقه؟ ايه، وكيف اجى على البيت وبلش يهددك، واكيد هو ما بيعرف، وهو بيتصرف لانه هو سبب هاي المشكله، واكيد رح يتفاهم مع رفيقه ويحط له حد. اصحيك زيزي، ها اصحيك، تبيني انك خايفه منه. خليكي قويه لانه هي اهم شغله. مدام لازمك خيطان؟ لك شو قصتك انت؟ معقوله ما بتعرفي تقري؟ كاتبت لك انا كل شيء على الورقه، ولسه كل شوي والتاني عم تساليني، مانك شايفيني عم بحكي؟ الو ياسمين، ياسمين رد علي، شو صار معك؟ الو الو، ما في شي حبيبتي، ما في شي، سامعتك كملي. بس في مشكلة، انا مسحت رقمه لفراس من موبايلي، يعني ما بقدر اتصل فيه هلا. بالله مسحتي رقمه؟ ما بعرف منين بدي اجيب رقمه هلا. خلص بلاقي لي شي طريقة. ايه طيب، بتصل فيكي وبخبرك شو بيصير. اوكي حبيبتي، الله معك. الله يكون بعونه. شوبت كتير؟ ولي شو شوب؟ انا بعترف انه غلطت. الحقير عبد الله قدر يلعب بعقلي، وبالاخير هي النتيجة. كلهم شجعوني وقال ما حدا رح يحس عليك باول مرة، وانا كنت حابب طلع مصاري كتير وزبط اموري كلها، بس وقعت براسي واخذوا مني كل شيء بملكه. تخيلي لوين وصلت معي يا امي. زيزي بلشت تشتغل وتصرف على البيت وانا قاعد مثل لو بتعرفي شو صاير فيني يا امي. رح تتبري مني والله، انا ضيعت كل شيء. يا ريتني ما رديت عليه وما تورطت بهالورطة. يا ريتني، يا ريتني ضليت مثل ما بدك. شو يا بانجي؟ مشان الله ما تأخذيني، بعرف تأخرت عليكي، بس هلا كوني هم عم يسألوا ويحققوا معي. ناناتي عذبوك الأولاد؟ لا حبيبتي، حطيتهم قدام التلفزيون وحطيت لهم شوية كيك وما تحركوا أبدا. يسلموا إيديك يا قلبي. ما بصدق هدول ولادي. مرحبا يا أولاد. يلا يلا يلا، مو سمعانين؟ مرحبا يا أولاد. يلا
مو معقول. يلا روح البسوا بواتكن واستنوني على الباب. يلا يا شاطرين. شو لازم نقول قبل ما نروح؟ يلا لشوف. شكرا خاله هيرمين. برافو عليك. اهلا وسهلا. يلا لشوف هالتلفزيون اخذ عقلهم. شو قالت الشرطه؟ شو رح يمسكوه لغسان؟ بصراحه اني ما حكوا هيك شيء قدامي، وانا كمان ما سالت عن الموضوع. معناها رح نستنى ونشوف. كل ما تذكرت ياسمين بحس بالذنب لانه رحت وبلغت عنه. وليش لتحسي بالذنب حبيبتي؟ انت ما دخلك، انت ما افتريتي عليه، حكيتي الحقيقه وبس. صحي قولي لي لشوف. هلا ياسمين، على علمك متعلقه بغسان كل هالقد؟ ان شاء الله ما تكون فاتت وطلعت معه كتير. مو لهالدرجه، علاقتهم لساتها جديده يعني، بس هو كان منيح بالتعامل معها وكمان كتير كان مهتم فيها، بجوز مشان هيك تعلقت في ياسمين. ايه، ومع هيك كان لازم تدير بالها، لانه بتعرفي الواحد ما بيعرف الناس منيح. ما هيك؟ وياسمين كتير طيوبه. ستي يلا انا بدي اروح. تعي يا قلبي تعي. دايسو يسلموا كتير نرمي. لا ولو العفو. ياسمين. ياسمين مرحبا. أهلين غسان. ساعدك فيهم؟ لا يسلموا إيديك، ما بدي تتعذب وتساعدني. شو بك ياسمين؟ مانك طبيعية، ليكون ضايقتك بشي؟ لا أنت ما ضايقتني، أنا متأكدة إنك مو عامل شي. شو؟ أنا رح آخذ الأغراض على البيت. ياسمين شو قصتي؟ غسان كاليونجو. شو القصة؟ في بلاغ ضدك. بلاغ شو؟ بخصوص جريمة قتل هيام. أنا ما بعرف هيام وما لي علاقة فيها. هالشي بتحكي بالتحقيق. يلا شباب بسرعة. يلا تحركوا. ياسمين؟ لك شو صاير؟ فهميني ليش اجت الشرطة واخذتها لغسان؟ أنا شو بعرفني؟ 100 مرة فهمتك، لا تكذبي علي. يعني ليش بدي اخذ الشرطة هيك؟ جاوبيني. صدقيني أمل أنا ما بعرف شيء. ياسمين شوفي، يا بتحكي لي كل شيء بتعرفيه، يا أما أنا هلا بروح لعند الشرطة وبقول لهم طالما تعذبتوا واجيتوا لعنا خذوا هالنصابة كمان لأنها حرقت لي بيتي. بقى احكي لي أحسن لك. خاتم هيام وأساورها كانوا مخبايين ببيته لغسان. معقول؟ لك أنت شو عم تحكي؟ إيه هالشي أكيد؟ يا ربي شو أخذ دهباتها لبيت غسان؟ شو بيعرفني أنا؟ إذا عرفتي أنت يا ريت تخبريني. كتير طيبين، يسلموا إيديكي ماما. إن شاء الله صحة ماما. وين الفلفل؟ اه نسيت جيبه. خليكي ماما انا بجيبه. ما عم صدق انه هي بنتي. بنتك صارت صبية. تفضل بابا حبيبي. يسلموا بابا. ماما رفيقتي لميس عزمتني لعندها. بنتها لخالة ايمان. هي بكرة بيكون عيد ميلادها وبدها تعمل حفلة، وهي عزمتني على حفلتها. ايوه هلا عرفت ليش عم تتشاطري هيك. امتى الحفله؟ الساعه 8 ومو بالبيت. وانت ليش عم تحشر حالك؟ شو انا ما بعرف رد يعني؟ ماما الحفله رح تكون بالكافيتيريا. مستحيل وافق. يعني معقول اترككم تسهروا بهيك وقت برا؟ ليش مو ببيتها مثلا؟ ماما مشان الله وافقي، بوعدك اني رح ارجع بكير على البيت. الله يوفقك. الله يوفقك ماما. نيرمين خلاص خليها تروح، وانا بضمن لك انه ما رح تتاخر. طيب ماشي، بس عندي شرط. قبلاني. اخوكي كمان بده يروح معك. يلا امري لله. على اساس انا كثير رح اكون مبسوط بهالروحه. بصراحه انا كمان ماني حابه اخذك معي. خلص خلص فهمنا. بتدير بالك عليها وبتضل معها لتخلص الحفله.
ايه بس انا ما فيني ادفع من جيبتي، لهيك بدكم تحسبوا حسابكم. لانه حضرتك عم تصرف على غير شغلات ما؟ طبعا طالما عم تجيك هيك هدايا غالية اكيد انت عم تهديهم. عن شو عم تحكي امي؟ كرم لا تحاول تخبي لانه بعرف. بهزت؟ وين حطينا العلبة؟ بدرج الخزانة الصغير. إيه لشوف مين اشترى لك هالهدية الغالية. ما بعرف. شو مين الصبية؟ قلت لك ما بعرف. راشو مكتوب على الورقة، بجوز تعرف الخط. هذا خط ريهام. شو؟ وليلى مين كاتبة هالحكي يا مرباية؟ ريهام؟ انتي جايبتيها لشب يعني؟ انتو مين سمح لكم تفتشوا بغراضي وبغلفتي؟ بكره المساء عيد ميلاد رفيقتي، بدي روح انا وكل رفقاتي على الحفلة. بدل ما تضيع وقتك بهيك شغلات عود بالبيت ودرس. انا ما عم باخد اذنك بابا، انا بس عم خبرك. طالما هيك الموضوع روح بس لا تتأخر. لا تخاف علي، انا بعرف منيح شو بيعمل المشروب بالعالم، وما بدي احط حالي بهيك موقف بنوب. تعرف لمين هالذهبات؟ طبعا لا. يا حاجة كذب، هدول الاغراض كانوا ببيتك. بيتي انا؟ هالشي مستحيل، لان امي ما بتلبس ذهب ابدا. هدول مو لامك، هدول ذهبات هيام اللي لقيناها مقتولة. عفوا منك، ليش لا يكونوا ذهبات موجودين ببيتي؟ ونحن كمان حابين نعرف شو القصة. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس عن جد هي أول مرة بشوفهم. يعني أنت ما بدك تعترف؟ إذا كانت هي أول مرة بتشوف فيها الذهبات، معلش تشرح لي ليش كانوا موجودين جوات علبة بنص بيتك؟ كيف يعني علبة بنص بيتي؟ لا أنا عن جد ما عم بفهم، يعني كيف لقيتوهم ببيتي؟ ولاد جارتك الصغار شافوا هدول ببيتك وأمهم سلمتنا ياهن. معلش سيدي فهمني، عم تتهمني من ورا حكي ولاد صغار؟ بس بظن إنه ما عندك دليل ضدي لهلا، مشان هيك ما بحق لك تحتجزني عندك أبدا. لا تطلع نتيجة فحص البصمات بدك تضل عنا، وطبعا إذا لقينا إنه النتيجة بتطابق بصماتك بدك تروح فورا على الحبس. عمل الفحص اللي بدك إياه، أنا لا قربت على هيام ولا على ذهباتها. شو رسمت رقبي بيت عمو غسان؟ ايه لانه كتير تاخر الوقت ولهلا ما رجع على البيت. صار له من الصبح هونيك، قديش بيطولوا ليخلص التحقيق؟ مزبوط انتي شو بده يعرفك؟ لا اكيد بيكونوا حبسوا هلا. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، ليش هيك حظي انا ليش؟ خلص بدها تكون التهمه ثبتت علي. يا رب كله من تحت راسي انا بنتي، كله من تحت راسك. يا امي انتي ما عملتي شي لتأذي. بعرف بس كمان ما عملت اي شي لساعده. ما كان لازم خلي رفيف تتصل بالشرطة،
كان لازم اخذ منها الذهبات وما خليها تتصل بالشرطة، بس انا كنت قاعدة وعم بتفرج عليهم، ومو بس هيك كمان، لك على القليلة كان لازم خبره، كان لازم نبهه لحتى يدير باله على حاله. ولي شو بده يقول عني هلا؟ دخلك يا ربي دخيلك، ليش هيك عم يصير معي؟ ليش يا ربي؟ ليش يا ربي؟ لك يا امي انت ما حكيتي معه لانك انت واثقه فيه ومتاكده من براءته. انت هيك تصرفتي صح؟ تخيلي لو ما خليتي خالي رفيف تتصل بالشرطه وما بلغت عن عمو غسان، ايه وقتها كانوا رح يفكروا انه عمو غسان عن جد مجرم. ايه معك حق. وقتها رح تكوني مبسوطه؟ كيف يعني بدي اكون مبسوطه هيك؟ ايه لكن حاجه تضايقي حالك على الفاضي. ديما انت ما بتعرفي انا شو ساويت كمان، مو اليوم اجت الشرطه نزلوا من السيارات ومعهم السلاح وشافوني انا وغسان واقفين وبلشوا يجوا لعنا، والشرطي يعني بلش ياشر لي هيك مشان انزل واتسطح على الارض، وانا ما طالعت ولا صوت ولا نبهته لغسان بنوم على القليله مشان يدير باله، دغري نزلت وتسطحت على الارض. بيكون زعل مني ما بعرف، وانا ما فيني لومه اذا زعل مني، اصلا بجوز يتركني، بجوز يتركني. لك طولي بالك، ما بصير هيك، بس ترجع تحكي معه على رواق وبتفهمي ليش هيك تصرفتي. خلص عمو غسان بحبك واكيد رح يتفهمك. ديما لو انت محله كنت سامحتيني؟ اه يعني حطي حالك محله وجاوبيني، بس خليكي صريحة معي. ايه لا تكذبي علي، اذا كنتي محله لغسان واجيتي لعندي وبلشتي تحكي معي والشرطة وراكي واقفة، بس انتي مالك عرفانة وفجأة هجموا عليكي ومعهم سلاح ومسدسات، وانا شايفتهم جايين مشان يحبسوكي بس انتي مالك عرفانة شي لانه دايرة ظهرك لإلهم، وفجأة الشرطي بيأشر لي هيك ششت مشان انزل على الارض ويقدروا ياخدوكي، وانا تسطحت على الارض بدون ما اقلك ولا حرف. رح تسامحيني وقتها؟ يعني انا عم بفترض لانه انتي بنتي ومستحيل اعمل معك هيك شي. بنتي انا هيك عملت معه، سكتت وما خبرته انه الشرطة وراك، كان واقف معي وما قلت له شي وانبطحت بغرب. ان شاء الله صحة حياتي. ميرسي حياتي. خير شو هالورق اللي عم تطلع فيها هيك؟ فاتورة المشفى. هاي الفاتورة ورجيني لشوف. مستحيل، هاي اسمها سرقة عن جد هيك كتير، مو تاركين شي مو حاطينه بالفاتورة، هدول حرامية مو دكاترة، عن جد تعب عليهم. الفاتورة لتاريخ اليوم، يعني لسه ما شفنا شي شيري. حياتي بليز خلينا نطالع من هنيك وننقلها على غير مشفى، بترجاك تسمع مني حبيبي لأنه ما بنقدر ندفع كل هالفواتير. والله بعينتك كتير تعبانة ما؟ صار لي أكتر من أسبوع على هالحالة، على قد ماني تعبانة ما عم أقدر روح لعند مرت عمو كمان، شو أعمل؟ يعني عم حاول اني ما احكي وتحمل قد ما فيني، بس فكر فيني حياتي حرام. تخيلي جينا حجزتاني من ورا فاتورة المشفى، رح انزلت اذا صار هيك شي، شو بدنا نعمل؟ خلاص والله رح لاقي شي حل. لك حياتي شو فيها يعني؟ المشفى اللي عم بحكي لك عنها قريبة كتير ورخيصة كمان، وما صار لهم شهرين فاتحينها ومنعرف المدير تبعها. خلاص خلينا نحط مرت عمو هنيك وهيك فينا نزورها ايمتى ما بدنا، وبيجوز وقتها تتحسن امورها. شو؟ عم بين هدول ليش هيك؟ شو اعمل؟ عم استنى لاخر الوقت مشان يرخصون وما بلاقي غير هدول. سلامتك حياتي، سلامتك. قرب الدفاية اللي عندي شوي، ليش اخذها لهنيك؟ خدي سويت لك كاسة شاي مع ينسون. يسلموا ايديك يا حبيبتي.
اشربي يا امي رح ترتاحي عليها. تسلم ايديكي. كيف حاسه حالك احسن؟ ايه حبيبتي ايه صرت احسن منيح. ايه امي حبيبتي شوفي بعد اذنك فيني اطلب منك شغله؟ ايه طبعا حبيبتي اطلبي. معلش روح على حفله عيد ميلاد لميس بكره. مين هي لميس بنتي؟ لميس هي بتكون بنت لخالة ايمان، يعني بتكون اخته لفراس. اه الحقير بده يحضرها كمان؟ لا لا مستحيل خليكي تروحي. لا وين قلتي لي بدهم يساووا الحفله؟ هن بدهم يساووها بالكافيتيريا. ايه وامتى الحفله؟ على الساعه 8 المساء. بدك تروحي على حفله بهيك وقت؟ مستحيل اسمح لك. ليكي بنتي لا تعذبي حالك وتناقشيني لانه ما راح اخليكي. يا امي مشان الله كل رفقاتي بدهم يروحوا كلهم. ومين هدول رفقاتك يعني؟ احكي لشوف. اه مراد كمان رايح على الحفله ما هيك؟ اه ليكي انا ما راح اكذب عليكي. ايه مراد معزوم. كنت عارفانه انه راح. الله يوفقك امي تسمعيني. الله يوفقك. انا حكيت لك كل شيء بصراحه هالمره، ما كذبت وما خبيت عنك شيء ابدا. حبيبتي فهمي علي. ليكي انا كثير مقدره صراحتك معي بس مستحيل خليكي تروحي. انا شو فهمتك؟ انا ما قلت لك انه مراد ماله طبيعي وفهمتك لا عاد تقربي عليه ولا عاد تحكي معه؟ لك لسه ما حكيت معه بلش يعلي صوته علي ويصرخ ويكسر بهالغلط، كان رح يكسر البيت كله علي. انا حكيت معه بالقصه وبهدلته كمان وهو كثير ندمان وكان طول الوقت عم يعتذر مني ويترجاني لصالحه. حبيبتي كلياتنا منعصب بس ما منكسر كل شيء حوالينا مثل المجانين. خلص بقى شيلي لهالولد من بالك، ما في حدا طبيعي بيتصرف بهالطريقه بنوب. افترضي شي مره انه تضايق منك وعصب وعمل لك شيء. اه اه مراد مستحيل يعمل شيء يأذيني. ولك انت صغيره وما بتعرفي الناس منيح. هلا ايه بعترف انه انا كمان ما بعرفهم. يا ترى مين؟ ما بعرف. خير ان شاء الله. ديما تعي شوفي هذا الشرطي اللي اشر لي انزل انبطح على الارض. افتح له. طبعا امي افتحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلين سياده الضابط. مدام ياسمين. مساء الخير. ما تاخذينا عم نزعجك بس عنا كام سؤال. بخصوص شو يعني؟ بخصوص جاركم غسان. انت بتعرفيه منيح ما هيك؟ ايه بعرفه منيح. يعني بعرفه انه صار له فترة ساكن عنا هون. ريهام حبيبتي ريهام افتحي بابه خليني فوت. يلا لشوف. روحي من هون. ماما ما بقدر اتركك وروحه انتي عم تبكي. حبيبتي افتحي الباب وخلينا نحكي مع بعض. اذا ما فتحتي هلا رح ضل قاعده هون للصبح. ريهام تعرفيني شو عنيده. يلا بنتي. حرام هالعيون الحلوين يبكوا. وليش؟ ما في سبب. اسمعي ريهام انتي مفكرة حالك عشقانة وبتحبي بس انتي غلطانة لساتك صغيرة على هيك شغلات. بكرة بس تكبري بتنسي كل هالقصص. استني لحتى توعي وتخلصي دراستك وقتها رح تعتمدي على حالك ورح تلتقي بالشخص اللي بيستاهلك عن جد. مو صح هالحكي. أنا بحبه لفراس، بحبه كتير ومستحيل فكر بحدا تاني. فراس؟ مين هاد فراس؟ ليكون ابنها لإيمان خانم.
بس يا بنتي هالشاب مو من عمرك. ليك يا حبيبتي اسمعيني منيح شو رح قلك. هاي المشاعر مانا حقيقية بنتي، وما بتستاهل انك تبكي ابدا. الحب بيعني السعادة. معلش ماما اسمحي لي، انتي ما بتعرفي شي عن الحب والسعادة، انشان هيك انتي اخر وحدة بتنصحني شو لازم اعمل. متذكرة وين كنتي بتاريخ 26 الشهر المساء؟ ايه طبعا متذكرة وين كنت وقتها، لانه كانت اول مرة. بس انو يوم كان 26؟ هو اليوم اللي اختفت فيه هيام، يعني الليلة اللي صارت فيها جريمة القتل. ايه متذكرة انا هديك الليلة، يعني انا وبنتي وين بدنا نكون، يعني كنا قاعدين عم نتفرج على التلفزيون هون. وكنتوا لحالكم؟ ايه اكيد، يعني بهيك وقت مين بده يجي لعنا على البيت. معناتها انت ما بتعرفي وين كان غسان هديك الليلة؟ ما بعرف بعرف. خلص رح احكي لك القصة. يوميتها أنا وياه كنا متخانقين، وإجا مشان يعتذر مني. أكيد ما بيهمك تعرف السبب لأنه الموضوع خاص فينا نحنا. اعتذر وبعدين راح. يعني بهي الليلة هو كان واقف على بابي وكنا سوا، يعني مستحيل هو يكون المجرم لأنه أنا وياه كنا سوا واقفين هون. وقديش كانت الساعة؟ الساعة كانت قبل أذان العشاء بشوي، يعني بهالحدود. وضل كل الليل عندك؟ أكيد لا، وليش بقى لحتى يضل عندي؟ طبعا راح. أنت فهمان غلط. اسمع رح أقول لك شو صار بالضبط. بنتي ما ليش تروحي وتفوتي على غرفتك؟ ليش؟ أنا كمان شهدت لك بالضبط. هلأ عمو غصان كان كتير متضايق لأنه خانق أمي، وإجا لعنا ليلتها مشان يعتذر من أمي. ايه مزبوط، بس على الباب. ها صدقني كان على الباب، ما خليته يفوت لجوا ابدا، يعني ضل واقف برا واعتذر مني كمان، بس ضل واقف معي فترة منيحة على الباب. لهيك مستحيل يكون هو قتل هيام، لانه ليلتها كنا واقفين مع بعضنا على باب بيتي. طيب وقديش ضليتوا واقفين على الباب؟ شو بيعرفني، ما عيرت الساعة وقتها، بس فتحنا كتير أحاديث، يعني بظن ضلله شي نص ساعة تقريبا، ما بعرف بجوز طول أكتر كمان. بس ما بتعرفي شو عمل بقية الليلة؟ ما بنعرف. أنا بعرف، كنت واقفة هون وعم بتطلع من الشباك على الشارع تبعنا، وبس راح فات عبيته دغري وما مرق على بيت حدا تاني، أنا شفته بعيوني. طيب بتشكركن على هاي المعلومات، وما تأخذونا على الإزعاج. بالعكس، أهلا وسهلا. يلا بالإذن، مع السلامة.